للوقوف أكثر عند المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف الحرب هناك، معنا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور هاني الدالي، وأيضا أستاذ القانون الدولي الأستاذ رائد بدوية من الضفة الغربية. لو بدأت معك أستاذ رائد، يعني مقررة الأمم المتحدة للعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم قالت إن دولا كبرى تدعي حماية المرأة ولكنها تدعم إسرائيل بالسلاح وبالمال من أجل قتل المرأة الفلسطينية في ازدواجية للمعايير واضحة. هذه الازدواجية في أي إطار تضعها؟ مساء الخير إليك، مساء الخير لضيفك والمستمعين. واضح أن المنظومة الدولية كلياتها، سواء المنظومة المتمثلة في الأمم المتحدة وأجهزتها وحتى أدواتها القضائية الدولية، كلها هي منظومة غربية، إنما وضعت لتخدم الأهداف والمصالح الغربية تحديدا. شفنا كيف كل المؤسسات الدولية والأوروبية وحتى المحكمة العدل والمحكمة الجنائية تحركت بسرعة كبيرة جدا في ضد روسيا لما صار حرب الروسية الأوكرانية، ولكن في المقابل شفنا كيف أن المجتمع الدولي للأسف وهذه الأدوات أصبحت عاجزة تماما عن التحرك لإيقاف المجازر ولإيقاف التجويع ولإيقاف الانتهاكات بحق النساء والأطفال، لما بنعرف أنه صار عندنا 31 ألف شهيد في قطاع غزة، 72% منهم أطفال، ولم يحرك ذلك أي مشاعر في المجتمع الدولي ومؤسساته. صحيح أن المؤسسات الدولية كلها تصدر يعني تقارير تفيد وتوصف الحالة بشكل دقيق من تجويع ومجازر، ولكن الدول العظمى للأسف الشديد يعني وقفت عاجزة أمام إجبار إسرائيل عن وقف هذه الانتهاكات، وقفت عاجزة حتى عن إدخال المساعدات لقطاع غزة اللي قاعد أطفاله بموتوا. يعني المنظومة الغربية، المنظومة العالمية كلياتها الأممية وغير الأممية للأسف، إنما هي منظومة وضعت لكي تكون قادرة على تنفيذ قراراتها في حالة هذه القرارات تخدم المصالح الغربية تحديدا. وعندما تكون هذه المنظومة تصدر قرارات أو غيرها ليست في مصلحة سياسية للدول الغربية والقوى العظمى، فإن هذه المنظومة تقف عاجزة أمام هذه الجرائم. شفنا كيف من 7 أكتوبر حتى اليوم جميع أشكال الانتهاكات بحق حقوق الإنسان، المرأة، الطفل، الأعيان المدنية، المستشفيات، التجويع، منع المساعدات، الإبادة الجماعية، كل المؤسسات الدولية سواء المتعلقة بالصحة والتعليم والثقافة والطفل، و وحتى الأمين العام بعث برسالة وفق المادة 99 من الميثاق اللي بتقول إنه اللي نبه مجلس الأمن بموجبها إنه هذا الاعتداء على قطاع غزة يشكل تهديد الأمن والسلام، كله لم يحرك الدول العظمى وتحديدا لم يحرك الولايات المتحدة الأمريكية للأسف من أجل أن توقف هذا الاعتداء وتوقف هذه المجازر بحق الفلسطينيين. معناته هذا بخلينا نوصل لنتيجة واحدة، إنه هذه المنظومة لن تكون فاعلة إلا خدمة للدول العظمى في العالم وتحديدا الدول الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ابقى معي لو سمحت أستاذ رائد، سوف أعود إليكم مرة أخرى. دكتور هاني الدالي، يعني مرحبا بك بداية. الفلسطينيون اليوم يقتلون بالمساعدات التي تلقى عليهم، يتم قذف الطحين عليهم، أطنان من المساعدات عليهم تسقط على بيوتهم وتنهار السقوف عليهم ويقتلون، أو من خلال استهدافهم في أثناء محاولتهم يعني حتى الوصول إليها تنهار إليهم أو يقتلون علنا، يعني يلقي المساعدات إليهم ومن ثم يقتلهم. لماذا يعني هذه الأمور وصلت إلى هذا الحد الخطير، الخطير بحق الإنسان، الخطير بحق الفلسطينيين؟ هل يعقل أن يحدث خطأ بهذه البساطة عندما يصرحون يقولون إنه خطأ ويودي بحياة مدنيين ويقولون بسبب أعطال فنية؟ بداية تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. أولا يعني حول موضوع ازدواجية المعايير، أنا باختصار أود أن أقول أو أتفق أنا بداية مع ضيفك الكريم حول كل ما تحدث به حول ازدواجية المعايير، ولكن أنا هنا أقول انه ليس يعني هي ازدواجية معايير، وانما هي اصلا كسرت كل المعايير في موضوع
الوقوف الى جانب الاحتلال الاسرائيلي. لا نستطيع ان نقول أن هناك ازدواجيه لانه لا يوجد اصلا معايير في هذا الجانب، بمعنى ان امريكا تخطت كل الخطوط الحمراء وتجاوزت كل حقوق الانسان وحتى تجاوزت حقوق الحيوان عزكم الله. اضافه يعني الى ذلك دعمت ليست فقط المرأة، الطفل، الرجل، نعم الشيخ، نعم نعم المسن، نحن المسنة، ايوه نحن اخي البشر الكريم. كلهم. نعم نعم انا هنا عندما اتحدث عن احصائيات اتحدث عن 110 الف شهيد ومصاب وتحت الانقاض معظمهم من الاطفال والنساء. انا احدثك هنا عن احصائيه رسميه صادره عن الاعلام الحكومي فقط، فقط اعداد الذين فقدوا حياتهم بسبب سوء التغذيه وبسبب سلاح التجويع في شمال قطاع غزه وفي مناطق اخرى من غزه 23 طفلا. انا هنا احدث عن الاطفال غير كبار السن وغير اي معايير نتحدث عنها احنا، اي معايير، اي ماذا فعلت المؤسسات الدوليه لصالح غزه؟ صمت، عجز دولي، غير لا لا حتى لا نقول عجز، لانه اصبح واضح ان كل المؤسسات الدوليه معظمها معظم المؤسسات هي عباره عن اداه ووجدت لخدمه الولايات المتحده الامريكيه باستفاضه الامبراطوريه العظمى وبخدمه الاداه الاولى لها في المنطقه الشرق الاوسط وهي الكيان الاسرائيلي. تخيل ولا قرار حقيقي ينفذ ولا قرار حقيقي يؤثر على الاحتلال الاسرائيلي. حتى محكمه العدل الدوليه حينما تحرك جنوب افريقيا ماذا فعلت الولايات المتحده الامريكيه؟ وكانها فعلت صفقه لابطال مفعول الجهد الذي بذلته جنوب افريقيا لوقف العدوان على شعب الفلسطيني في قطاع غزه. نحن نتحدث عن جرائم مركبه، جرائم ضد النساء، جرائم ضد الاطفال، جرائم ضد الكنائس، ضد المساجد، جرائم ضد الحياه بشكل عام، جرائم ضد إبادة جماعية، حرب تجويع، تهجير قسري وإجبار الناس على موضوع الهجرة، موضوع القتل، المستشفيات، المنظومة الصحية، كل أدوات، كل عناصر الحياة في قطاع غزة. أي معايير؟ ما ضلش معايير، لا يوجد معايير نتحدث عنها في هذا الجانب. والعالم كله، العالم كله تشعر للحظة أن الكون كله، معظم الكون واقف ضد قطاع غزة، لأنها تحدث الكيان الإسرائيلي وتحدث للولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر يعني ورجوعا إلى لما تفضلت به حول عمليات يعني التي تحدث في موضوع الإسقاطات، الإسقاطات من البداية تحدثنا أنه هي يعني نحن نريد أن نتحدث أنه هذه الطائرات التي جاءت إنقاذ غزة ولا شعب قطاع غزة، هذه الطائرات اللي اخذت اذن من الاحتلال الاسرائيلي لادخال المساعدات اللي جاءت لخدمه غزه، الطائرات الامريكيه من اقصى الدنيا جاءت، هي جاءت لخدمه غزه؟ بالتاكيد لا، بالتاكيد هي لو كانت لها نيه لخدمه غزه او كان هدف حقيقي لخدمه غزه، مكان الاولى الذي نرتقى مع الاحتلال الاسرائيلي يقوم بعمليات الانزال سواء دول عربيه او امريكيه او حتى يعني سوء من السخافه، عفوا سامحني، من السخافه انه تشارك بالانزال مصر، القوات المصريه قالت تشارك بالانزال الجوي. طب لماذا لا يتم الذي قام بالانزال والتنسيق؟ لماذا لا يقوم بفتح معبر رفح؟ لماذا لا يقوم بالتنسيق مع الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحده الامريكيه تجبر الاحتلال الاسرائيلي وتفتح معبر رفح؟ هناك الاف اخي الكريم، هناك عشرات الالاف من الشاحنات التي المحمله بالمواد الغذائيه، المحمله بالطحين، المحمله بالادوات العلاجيه، الآن كلها تنتظر من معبر رفح والكثير منها تم إتلافه. لماذا لا يتم السماح له بإدخاله لقطاع غزة؟ أنا أقول لك الهدف الحقيقي من عمليات الإنزال هو عمل دعائي، هو عمل دعائي للتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لمحاولة وخداع الرأي العام سواء الرأي العام العربي الإسلامي أو الرأي العام الدولي. عمليات خداع تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية أولا بشقين، أو الخداع مركب، خداع لمحاولة أيضا التغطية على صورة الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت انهيار أخلاقي وانهيار إنساني وأيضا انهيار دبلوماسي وانهيار سياسي. المنظومة الأخلاقية للولايات المتحدة الأمريكية سقطت أمام العالم، سقطت أمام الشعوب، سقطت أمام شعبها في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هي تقوم بعمليات الإسقاط فقط لضرب الرماد بالعيون ومحاولة خداع الرأي العام ومحاولة امتصاص الغضب الكبير للجماهير العربي والإسلام والدولي. ايضا الدول العربيه عندما تشارك بهذه الطريقه وبهذا الاسقاط الذي اليوم وامس كان قتلوا شعبنا في قطاع غزه، هذا الاسقاط لم يكن للانقاذ ولكن جاؤوا للقتل. اي عمليات خطا يقولوا خطا وهنا خطا، نحن نتحدث عن قوات محترفه، قوات جويه محترفه تعرف كل الظروف الجويه والظروف الاسقاط وكل شيء، يقول لي خطا؟ هذا مشاركه بعمليات القتل شعبنا الفلسطيني، نقول لك بصراحه الدول العربيه مشاركتها ايضا لم تكن للشعب الفلسطيني، لصالح الشعب الفلسطيني. كان الاول من الدول العربيه قامت بعمليات الانزال وجاء وقت الانزال بسبب
الفضيحة الكبيرة، فضيحة الجسر البري اللي تم إنشاؤه من أجل إنقاذ الاحتلال الإسرائيلي. عن هذا اسمح لي فقط دكتور هاني، سوف أعود إليكم مرة أخرى، أنتقل للأستاذ رائد بدوية. عن الرصيف البحري، يعني مسؤولون في الأمم المتحدة وصفوا هذا الرصيف أو المرفأ الذي تريد أمريكا صنعه وإنشاؤه في قطاع غزة، وصفوه بالخبيث. يعني أمريكا، يعني الأمم المتحدة معروف عنها أنها تقلق كثيرا، ولكن لماذا قلقت من هذا المرفأ أو هذا الرصيف؟ ما قصة هذا الرصيف؟ يعني هو بداية من قام بهذه التصريحات هو شخص في الأمم المتحدة، يعني هو ليس موقف الأمم المتحدة الرسمي، هذا أولا. ثانيا بعتقد أنه إنشاء هذا الرصيف يعني من شأنه التخفيف على قطاع غزة، يعني إذا الهدف منه إدخال المساعدات لسكان قطاع غزة، سواء بسبب بطء حركة معبر رفح على الجانب المصري أو لا، ولكن يعني خطوة، أنا شخصيا مع هذه الخطوة، ولكن الموضوع بعتقد له أبعاد أخرى. هل هذا الرصيف البحري أو الميناء البحري المؤقت إضافي؟ طبعا لإسرائيل قامت حاليا، أو القوات الكيان الإسرائيلي قام حاليا بإنشاء طريق يقطع قطاع غزة، قطعه من النصف إلى الشمال وإلى الجنوب في ثلاث مسارات. اللي هذا الطريق فيه ثلاث مسارات، مسارات للدبابات، مسارات للمعدات الثقيلة والخفيفة والسريعة. وهذا المسار ووضعه في منتصف قطاع غزة إضافة لموضوع الرصيف البحري، بعتقد هذول الحركتين هم إلهم علاقة بإحكام السيطرة الأمنية الإسرائيلية أكثر على قطاع غزة. إذا شفنا أنه هذا المسار البري اللي بيقطع شمال غزة عن جنوبها، إذا افترضنا أنه سيكون دائم إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية على قطاع غزة، وطبعا له غلاف على الطريق، هذا يعني أنه إحكام السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة من الشمال للجنوب، إضافة لوجود هذا المرفأ البحري، هذا يعني أيضا أنه المدخل الوحيد سيكون للبضائع وقد يكون الأفراد أيضا القادم لقطاع غزة سيكون عبر هذا المرفأ، عبر قبرص، وهذا يعني ممكن يكون بديل عن معبر رفح المصري. بمعنى آخر، المرفأ زائد الطريق الذي يشق قطاع غزة إلى قسمين هو له أكثر من رسالة. رسالة أولى قد يكون أنه امتداد العمليات العسكرية لأشهر وسنوات، وقد يكون أيضا إشارة إلى استمرار الإسرائيليين فيما بعد الاعتداء الكثيف هذا، إلى استمرارهم في احتلال قطاع غزة، وهذا يعني السيطرة اللاحقة الأمنية اللاحقة على قطاع غزة بعد انتهاء هذا العدوان. مش بس سيطرة وإحكام الحصار أكثر على قطاع غزة، خاصة إذا عرفنا أنه هذا المرفأ هو سوف يكون تحت السيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى الطريق الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها برضه سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية. بعتقد أنه هذا كله يدلل على أنه الخطة الإسرائيلية القادمة ما بعد العدوان على قطاع غزة قد يكون هو باستمرار الاحتلال، وأقل ما يكون سيكون باستمرار العمليات العسكرية لأشهر، وقد تمتد لأكثر من أشهر كمان. نعم أستاذ رائد، ابقى معي لو سمحت. دكتور هاني، مجلة فورين بوليسي تقول في إن شهر رمضان يشكل أهمية في الحرب الدائرة بغزة، خاصة فيما لم يتم التوصل لهدنة توقف الحرب. ولكن لماذا شهر رمضان برأيك؟ لماذا شهر رمضان تحديدا؟ طبعا هناك تخوف أمريكي إسرائيلي يعني بشكل غير عادي من رمضان. طبعا رمضان أولا له أهمية دينية عند المسلمين ومكانة القدس، وإضافة إلى ذلك رمضان معروف هو يعني شهر الفتوحات والانتصارات. المسلمين كانت في انتصار في غزوة بدر الكبرى، فتح مكة، معركة فتح السند، فتح الأندلس، فتح أمورية، فتح اللاذقية، معركة حطين أيضا كانت في رمضان والتي كانت بقيادة صلاح الدين الأيوبي، معركة عين جالوت أيضا كانت في رمضان، وحرب أكتوبر أيضا كانت في رمضان، بدر في وكذلك رمضان. عندما نتحدث أيضا عن غزة كانت معركة سيف القدس كانت في رمضان، وكان عندما نتحدث أيضا عن الهبات التي كانت في الضفة الغربية وفي القدس كان معظمها في رمضان، بمعنى أن هذا رمضان له تأثير عند وأنه شهر الجهاد.
ومعروف ان ما يحدث في قطاع غزه بالتاكيد هي عباره عن نار اشعلتها اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه، وهذه النار يعني افضل وقت وافضل تربه تكون قصبة لانتشارها ولان تتوسع هذه النيران هو في شهر رمضان. لذلك الولايات المتحده الامريكيه تتخوف، وخاصه ان مكانه القدس عند الشعوب العربيه والاسلاميه وعند اهلنا وشعبنا في الضفه الغربيه بالتاكيد لها مكانه خاصه، وبالتاكيد ايضا يعني شوف اكثر ما يخوف امريكا والاحتلال هو اكثر من الشعوب العربيه والاسلاميه واكثر من تحرك الشعوب الغربيه هو الضفه الغربيه، لان الضفه الغربيه تعتبر هي الخاطره الرهبه للكيان الاسرائيلي، تعتبر في عمق الكيان في قلب الكيان الصهيوني. وقبل ذلك تحدث خبراء صهاينه وخبراء وقاده عسكريون في صهاينه في الاحتلال الاسرائيلي قالوا بشكل واضح ان الخطر الاستراتيجي القادم من الضفه الغربيه هو اكثر من الخطر الاستراتيجي القادم من ايران. لذلك هناك فعلا تخوف في هذا الموضوع، والولايات المتحده الامريكيه تحاول اتخاذ اجراءات حتى موضوع الرصيف البحري بالمناسبه وتوقيت تصريحاته، وياتي ايضا في باب هذا السياق ايضا هناك كثير من التصريحات التي بدات تصدر من امريكا ومن الكيان الاسرائيلي وبعض الدول العربيه وبعض الدول الغربيه، هي تاتي في اطار تخفيف الضغط وتخفيف الانفجار في موضوع التخوف من رمضان، ولانه ايضا هناك المقاومه الفلسطينيه وحديث المقاومه وقياده المقاومه اصبح واضح، والفصائل الفلسطينيه بعنوان طوفان رمضان، وهناك تحريض في هذا الجانب وهناك تحشيد في هذا الجانب حتى من علماء الامه ومن كتاب ومن النخب الامه العربيه والاسلاميه وكذلك من شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه، اصبح حديثه واضح انه يراهن على الامه العربيه والاسلاميه في تحركها وانها فرصه للتحرك في رمضان لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني. لذلك هناك تخوف كبير جدا في هذا الاتجاه. انا اقول لك موضوع الرصيف البحري تحدث عنه الولايات المتحده الامريكيه، انا نعم اتفق يعني مع معظم تفضيل اضافه الكلمه، يعني هل تتوقع ان تكون هناك هدنه قبل بدايه رمضان او نهايه الحرب؟ نعم هدنه ام طبعاً نهايه حرب؟ موضوع الهدنه انا يعني من خلال التصريحات الصهيونيه ومن خلال السوق الاحتلال الاسرائيلي ومن خلال تعامل معارف المفاوضات تحديدا نتنياهو، يعني نتنياهو اصبح واضح انه غير معني بملف المفاوضات، هو معني فقط بانتزاع ورقه الاسرى ورقه القوه لدى المقاومه الفلسطينيه وهي الاسرى حتى يستمر في معركته، وايضا ما تقوم به الولايات المتحده والسلوك الموجود انها معركه طويله وواضح. وايضا موضوع الرصيف البحري وموضوع الاسقاط هو ياتي في اطار كسب مزيد من الوقت واعطاء الاحتلال مزيد من الوقت لموضوع التحضير لعمليه رفح، بمعنى ان الاحتلال يحضر الى رفح، فالمقاومه الفلسطينيه في المقابل واضح انها منتبهه وان المفاوض الفلسطيني والمفاوض المفاوضات المقاومه الفلسطينيه منتبهه لموضوع الخداع الاسرائيلي، وشروطها واضحه بمعنى أنه لا يمكن أبدا انتزاع ورقة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية ورقة قوة إلا بعد وقف لإطلاق النار والانسحاب. أنا بتقديري ما يحدث من حيثيات الموجودة أن موضوع الهدنة بحاجة إلى مزيد من الوقت، ولا أتوقع أن تكون قبل رمضان بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي وبسبب تمسك نتنياهو يعني لا يوجد لنتنياهو مصلحة أو نظرة لمصلحة للكيان الصهيوني، ولكن نتنياهو ينظر لمصلحته الشخصية، وهناك تخوف أيضا وخوف من ائتلاف الحكومي المتطرف، لذلك نتنياهو يتجه إلى موضوع الاستمرار في العدوان ورفض أي صفقات، وهذا كان واضح بالمناسبة. لا رد على ورقة الولايات المتحدة الأمريكية باريس 2، ولا أرسل وفد مفاوض إلى قطر وإلى القاهرة قبل أيام، لم يرسل وفد بالمفاوضات، وهذا واضح التعنت والرفض والمراوغه من الاحتلال الاسرائيلي. لذلك انا بتقديري الامور تحتاج الى وقت، ولا اتوقع ان تكون قبل رمضان. نعم، اذا اسمح لي ان انتقل للاستاذ رائد. استاذ رائد، مجله فورين بوليسي كما يعني ذكرت ان رمضان يشكل اهميه في الحرب، هناك ايضا على الجانب الاخر موظفي الاونروا عندما يعني تم يعني اتهامهم باشياء وهم يعني تابعين للأمم المتحدة، من وجهة نظرك يعني قانونيا ما هو التوصيف القانوني لما حدث لتابعين لوكالة أممية وهم الأونروا؟ أول موضوع الأونروا هو كان مخطط له من قبل الحكومة الإسرائيلية.
هذا ما سربته القناة 12 الإسرائيلية في شهر ديسمبر حتى لسه قبل التقرير المسرب في علاقة أو مزعومة ما بين حماس وما بين الأنروا. سربت هذه القناة أن هناك في خطة إسرائيلية تتدرج هذه الخطة في تسريب تقرير يدعي وجود علاقة مزعومة ما بين حماس وما بين الأنروا، ثم الانتقال لمرحلة أخرى، نقل صلاحيات الأنروا إلى منظمات دولية أخرى، والهدف النهائي حسب الخطة الإسرائيلية هو ما بعد العدوان وما بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة، إنهاء أعمال الأنروا ونقل صلاحياتها إلى الهيئة الحاكمة في قطاع غزة. ما قالتش هذه الخطة مين الهيئة الحاكمة. فالموضوع الأنروا بعتقد هو موضوع سياسي بامتياز، يعني الموضوع ليس علاقة له بموضوع المساعدات، لأنه أصلا المساعدات موجودة على معبر رفح من الجهة المصرية وإسرائيل تمنع دخولها، مش بس يعني عن طريق الأنروا أو غيرها. الموضوع موضوع سياسي، وهو موضوع شطب أعمال أو شطب وكالة الأنروا ومنع عملها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن يبتدئ الأمر في قطاع غزة ومن ثم ينتقل إلى الضفة الغربية. هذا يعني إزاحة قضية مهمة جدا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مهمة للترتيبات ما بعد انتهاء من عدوان قطاع غزة، وخاصة مهمة أيضا للترتيبات، لأي ترتيبات سواء إسرائيلية أو ترتيبات أمريكية للمنطقة. موضوع اللاجئين الفلسطينيين، والكل بيعرف أنه قضية اللاجئين وقضية القدس هي أخطر قضايا في قضايا الحل النهائي الدائم، لدرجة أنه في 2018 لما ترامب نقل السفارة للقدس وثم قطع المعونات على الأنروا، أعلن بشكل صريح أنه أزاح أهم ملفين من نعم. التسوية النهائية، أزال القدس وأزال اللاجئين. فأنا بعتقد أن موضوع الأنروا هو موضوع، طبعا أنا لا أقلل من أهمية الجوانب الإنسانية في عمل الأنروا، ولكن بعتقد الهدف النهائي للإسرائيليين كان هدف سياسي، هذا من جانب. ولكن شفنا شوي قبل كم من يوم، شفنا كندا أعلنت عودة المساعدات للأنروا، شفنا السويد امبارح أعلنت عودة واضح أنه كثير من الدول اللي أعلنت قطع المساعدات عن أنروا تراجعت عن قراراتها وستتراجع أكثر. هسا ممكن اللي بيتفق سياسيا مع الرؤية الإسرائيلية هم الأمريكان تحديدا في موضوع إنهاء عمل الأنروا، ولكن من الناحية القانونية، من الناحية القانونية الأنروا تأسست بموجب قرار للجمعية العامة، ولن تنهي عملها بموجب قرار إسرائيلي أو قرار أمريكي. هلأ الإسرائيليين كانوا يطمحوا في إنهاء عملها في داخل على القليل فلسطين التاريخية، حتى يحدوا من نفوذها، يحدوا من ينهوا وجودها كجهاز رمزي يهتم بعودة اللاجئين الفلسطينيين والحق في العودة. ولكن واضح أنه كثير دول بلشت تتراجع بقراراتها لتعيد الدعم لهذه المنظمة. حتى اللحظة على القليلة يعني ما زالت الأنوروا تعاني من عجز في ميزانيتها، لدرجة أنه مديرها أعلن امبارح أنه هي ستتوقف إذا استمر هذه المقاطعة في تمويلها، ستستمر في أو ستتوقف نهائيا وستموت. ولكن أعتقد أنه كثير دول عربية ممكن تحل محل هذه الأموال، وبعض الدول الغربية أيضا ممكن ترجع، خاصة أستراليا أعلنت أنها بتدرس موضوع ترجيع المساعدات، وبعض الدول الأخرى الأوروبية والغربية بتدرس إعادة المساعدات. فموضوع الأنوروا بعتقد هو موضوع سياسي بامتياز، ممكن تكشف الأمر أكثر وأكثر قدام كثير من الدول أنه موضوع نعم 10 أو 12 موظف موجودين في الأنوروا شاركوا حتى لو بالدفتر جدلا، يعني أنا لا أؤمن بالتقارير الإسرائيلية، ولكن بدي أفترض جدلا أن والله في 10 أو 12 موظف شاركوا بأعمال بغض النظر أعمال مباشرة أو غير مباشرة لمساندة المقاومة. هذا لا يعني أني أنهي منظمة دولية ترعى اللاجئين، تقريبا 5 5 ونص أو 6 مليون لاجئ منتشرين على 5 مناطق عمليات، منتشرين في الضفة، في غزة، في لبنان، في سوريا، وفي ومهمتها الأردن، إنسانية ومهمتها ومهمة إنسانية إنسانية. بالتالي وبالتالي ليس من المعقل أن نوقف دعم هذه المنظمة بسبب وجود 10 موظفين يشتبه، خلينا نقول هيك، يشتبه في ممارسة عمل بطريقة غير مباشرة أو مقاومة أو غير مقاومة. إذا ببساطة منظمة الأنوروا أعلنت عن وقف نعم عقودهم وأعلنت عن بدء في تحقيق. إذا الهدف هو الهدف سياسي، وهو توصيفكم لما قامت به قوات الاحتلال، التوصيف القانوني لما قامت به مع موظفي وكالة أممية وهي وكالة الأونروا. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ رائد بدوية، أستاذ القانون الدولي ضيفنا عبر سكايب، وشكرا جزيلا للدكتور هاني الدالي ضيفنا عبر الهاتف، الباحث في الشأن الفلسطيني، وأيضا أستاذ رائد بدوية أستاذ القانون الدولي.